لو بتواجه او بتواجهي اي مشكله في الدايت، باذن الله معاكم عمرو شعراوي اخصائي تغذيه الرياضيين ونتريشن كوتش. هكون متواجد كل يوم اربع في طنطا داخل جيم بريتور. كل التفاصيل هتلاقيها موجوده تحت في صندوق الوصف، وباذن الله هوصل كل اللي هيجي لهدفه بكل بساطه. انت بيكون عندك مشكله في الدايت، بتيجي تقولها لي، بناء عليها بطبع لك ورقه مكونه من ثلاث ورقات، عباره فيها اول ورقه معاك بتبقى فيها الملاحظات الهامه بتاعه الدايت اللي احنا هنبدا نمشي عليه، بدال الدايت بحيث يكون معاك بدايل، مش بتاكل نفس الاكل كل يوم. المكملات الغذائيه طبعا لو انت شخص رياضي او انت شخص رياضيه وعاوزه تعملي فورمه معينه. ثالث صفحه معانا بتكون هو الدايت مكتوب قصادك، وفي نفس الوقت بيكون موجود فيه السعرات الحراريه والماكرو اللي جسمك محتاجها. كان معاكم عمرو شعراوي، السلام عليكم.